كده على موضوع الالمنيوم في 15، بعد 15 اغسطس على طول، في بعد طالبان، محاركه طالبان واللي حصل، وان افغانستان تمتلك اكثر من 50% من خام البوكسايت اللي هو المكون الاساسي في الالمنيوم، مع زياده فتح الاقتصادات ومع زياده الطلب على هذه السلع لتطور الاقتصاد العالمي طبعا الفتره الماضيه، بدأ يبقى في نقص في المعروض وزياده في الطلب على هذه المنتجات. ده طبعا ما كانش متاخد في الحسبان قوي، او ما كانش خطوه محسوبه قوي، انسحاب الجنود الامريكيين من افغانستان، لان ده لما حصل في 2001 لما امريكا دخلت افغانستان ما كانش فيه هواتف ذكيه، ما كانش فيه عربيات كهربائيه، ما كانش فيه اتجاه لطاقه نظيفه، كان الكلام ده كله مش موجود. نعم الحاجات دي اصبحت من العناصر الكثيفه الاستهلاك للالومنيوم وللنحاس، لانه النحاس برضه من المؤثرات الجيده للكهرباء. يعني حضرتك لك ان تتخيلي ان السيارات الكهربائيه يعني تستخدم اكثر من 3 اضعاف السيارات العاديه من النحاس، فده تخيلي الكم هناك أيضا الضخم هيبقى عامل كما ازاي. ذكرنا ارتفاعات أسعار الطاقة، وأيضا نقص ربما بعض أيضا مصادر الطاقة مثلا بالصين، الفحم وغيرها، التي أثرت أيضا على عمليات الإنتاج لهذه المعادن الصناعية، وأثرت بالتالي على المعروض بالأسواق. قراءتكم لهذه المسألة؟ الطاقة تعتبر المكون الرئيسي والأساسي لإنتاج السلع الأساسية زي النحاس وزي الألومنيوم وغيرها. طبعا مع زيادة سعر الغاز لأكثر من 5.25 دولار النهارده الغاز، فده بيمثل تحدي كبير جدا جدا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة اللي على رأسها طبعا الألومنيوم. طبعا بدأ الاتجاه يعني يختلف، بدأ يبقى وجود بدائل للغاز، فبدأ النظر إلى البترول والرجوع إلى شراء البترول مرة أخرى، وده اللي صعد بسعر البترول إلى ما فوق النهارده البرنت فوق ال 85 دولار سعر البرميل، واحنا لسه ما دخلناش في الشتاء. فاعتقد ان ده اللي بيقول عليه حاليا احنا داخلين على الانفليشن او التضخم المزمن، مش هيبقى تضخم لفتره زي ما كان بيقال قبل كده ان احنا مع الربع الاولاني او الربع الثاني من 2022 هيبدا التضخم في الانحسار، ويبدا التضخم في امريكا ينزل من 5% ل 2% كما هو مستهدف. ده بقى مستبعد في الوقت الحالي، لان مع دخول الشتاء ومع زياده الطلب على البترول والغاز عندنا عند الاسعار اللي هو موجود عليها، وزي ما حضرتك قلت حتى الفحم كمان بقت الاسعار عاليه جدا، فده هيأثر على سلاسل الإمدادات طبعا، لأن هيبقى في تكلفة عالية جدا للنقل، وهيبقى في تكلفة عالية جدا للإنتاج، وكل ده هيأثر بشكل مباشر جدا على التضخم العالمي، وبالتالي هنبدأ نخش في اللوب بتاعت رفع أسعار الفايدة مرة أخرى، وده طبعا هو ده المكون الأساسي، ودي المشكلة الرئيسية اللي قد يواجهها العالم في الفترة اللي جاية. هنا كل ما السؤال عن نتمناه هذه الوضعية المعينة التي يدخل فيها العالم الآن، مع ارتفاعات مستويات التضخم، مع نقص بالمعروض، تأثر سلاسل الإمداد، كل هذه الأمور الشائكة التي تؤثر على الإنتاج، وبالتالي يدفع ثمنها المستهلك عندما تتأثر الصناعات وترتفع الأسعار. هل البنوك المركزية قادرة برأيكم اليوم على رفع أسعار الفائدة كما تفرض معدلات التضخم، وكيف سيتأثر التعافي من جائحة كورونا؟ والله بص حضرتك، هو احنا النهارده بين شقين راحه، مع رفع اسعار الفايده هتزيد برضه تكلفه الاستلاف، وبالتالي برضه التضخم هيبقى فيه موجه تضخميه جديده غير معلومه. يعني النهارده احنا بنعاني من التضخم لزياده اسعار المواد الخام واسعار الوقود، لما نزود اسعار الفايده كمان هتزودي حضرتك اسعار الاستلاف واسعار تكلفه رؤوس الاموال على الشركات، فالتضخم هيخش في مرحله جديده، هيخش في مرحله جديده، وده مش هيؤدي الى تعافي الاقتصاد. ولكن اعتقد ان مع معدلات التضخم العاليه دي هيبقى في رجوع شويه من السياسات التحفيزيه اللي بتاخدها الدول، وهيبقى في رفع الاسعار الفايده مش يعني مجبر اخاك لا بطل زي ما بيقولوا. ويمكن بدا هذا الكلام من يوم الجمعه اللي فاتت، لما بدا انجلند البنك في امريكا البنك المركزي في امريكا ان هم لمحوا لزياده اسعار الفايده خلال الربع الاولاني من السنه القادمه، وإما كانش قبل نهايه سنه 2021. التضخم في حد ذاته مشكله، ولكن رفع اسعار الفايده بيزيد التضخم مع عدم التحكم في اسعار المواد الاساسيه وارتفاع اسعار الطاقه، وده اللي خارج عن ايد الجميع. وطبعا هي المشكله حاليا ان كله بيحاول يحفز الدول المشتركه في الاوبك واوبك بلس ان هم يزودوا من انتاج البترول لمحاصره هذه الموجات التضخميه. بلس ان طبعا المواد الاساسيه زي الالمنيوم والنحاس وخلافه بيحاولوا برضو ان هم يزودوا الشركه اللي هي البلاد اللي تمتلك المخزون الاكبر من هذه
المعادن بيحاولوا يزودوا الانتاج بتاعهم منها لمحاصره هذا التضخم. ولكن انت تتخيل ان مثلا بلد زي الصين بدات تبيع من المخزون بتاعها عشان تحاصر هذه الموجات التضخميه، لانه بيستهلكوا تقريبا اكثر من 60% من انتاج العالم من هذه المواد. استاذ نور الدين، كما ذكرت منذ قليل موضوع خطوات البنوك المركزيه ورفع اسعار الفائده لتتعامل مع هذا الواقع، هل نحن بحاجه الى ان توازن مع هذه السياسات مثلا الحكومات من جهه اخرى بخطوات تحفيزيه معينه لدعم ايضا التعافي الاقتصادي؟ لا اعتقد ان الفتره اللي جايه هيزيدوا من 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 التحفيزات، لا بل بالعكس اعتقد ان هيتم في انكماش او تقليل من التحفيزات اللي موجوده للاقتصاد حاليا، وتقليل من شراء السندات، وتقليل من اعطاء سندات، من اعطاء قروض ميسره للشركات وخلافه، لان ده الفتره اللي فاتت كان جزء او جزء كبير جدا، وده اللي بدا الموجات التضخميه اللي هي الاموال الرخيصه للتشيب ماني اللي بياخد التشيب فاندز اللي بتاخدها الشركات، ده دي اللي بدات الموجات التضخميه اصلا، لان كان بيتم طباعه الاموال بدون باك اب ليها او بدون نمو في الاقتصاد.